وخصوصا بكل كذلك السيادة الرئيس والسيد محمد بلاهي والسيد محمد بلاهي والأستاذ والأخوات كذلك أعضاء المجلس والسيد حسن بلاهي وجميع الذين يمثلون جمعيات المجتمع المدني بجماعة الساحل وبإقليم العراقي الشمالي. هذا الحضور الكريم الذي يعبر عن التحام وعن أن لهذه الندوة الكبيرة إن شاء الله التي سيقدمها لنا الأساتذة حتى لا يفوتنا كذلك، لأن هذا الحضور الكريم يذكرنا بمرحلة ما قبل 75 أو 75 لمجرد جلالة الأساتذة الكرام إن شاء الله يقدموا هذه الأمور هذه، مجرد أنه أعلن يوم 5 نوفمبر الحضور يوم لشوف القضية في الحضور في القضية المسيرة الخضراء، جميع المغاربة التحقوا بهذه المسيرة والحمد لله أنها نجحت وحققت أهدافا كبيرة وحتى لا يفوت. شريف المتطاش شباب الساحل أصالة عن نفسه ونيابة عن المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة وعن المسجد الجماعي والسكان جماعة قاطبة أرفع إلى السد العالي لله أصدق آيات الولاء والإخلاص وأريدين لجلالتكم عن تأكيدنا لأواصر البيعة وتشبثنا الدائم لأهداف العرش العلوي المجيد.